وصدمة من هول الفساد القائم في الملحقيات الإعلامية، الملحقات الثقافية في السفارات نفسها، لما يدعي وزير الخارجية على عدم تحمل المسؤولية، وهذه مغالطة كبيرة كما تعودنا عليه، كان يغالط أيام الساحات. أما الآن الوضع اختلف، الناس أصبحوا أكثر ثقافة ووعي. يعني سفاراته صغيرة لا تتعدى القاهرة 35 مستشار، كل مستشار 7000 دولار، وهب ملك يعني 40 سفارة أو 50 سفارة. هؤلاء يعني الطاقم الذي في السفارة يتجاوز 3 أضعاف، وكلهم يستلمون بالدولار، وأغلبهم لا يحملون المؤهلات، بل على أنه بعضهم جاء بتوصيات من توكل كرمان وحميد الأحمر في التعيين، وهذه مخالفات قانونية يعني خارج اللائحة المنظمة للعملية الدبلوماسية في البلد أو للوزارة الداخلية، جاءوا من خارج وزارة الخارجية.